قدام حضراتكم ده المشروب عصير المانجا المركز من بيتروك. انت هتجيبيه وهتجربيه هيعجبك جدا، وجربيه بقى في المشروب اللي احنا هنبدا نشتغل فيه النهارده. في برضو عندنا حاجات كتير نقدر نعملها بنفس الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها. عندنا الليمون بالنعناع، الليمون بالنعناع ينفع برضو يشتغل معاك كويس جدا من بيتروك. وعندهم تشكيله كبيره جدا جدا برضو من المربات. الناس اللي بتحب الفاكهه المهروسه هتلاقيها موجوده في بيتروك. وعندهم الاكياس الصغيره اللي قدام حضراتكم، وده بالنسبه للشراب. دي بالنسبه للمربات اللي قدامك حمدي اللي هي فيها الفاكهه المهروسه، وسهله جدا جدا في عمليه الفرد. يعني انت مجرد اصلا هتلاقي منها الكريز، وهتلاقي منها الفراوله، هتلاقي منها التوت، وهتلاقي منها المشمش. التشكيله اللي انت محتاجاها من الفاكهه المهروسه هتلاقيها موجوده هنا، وسهله الفرد. مش تلاقيها مثلا في مربات تانيه تلاقيها جيلاتينيه كده تشد معاكي، لا دي هتلاقيها سهله جدا. اول ما تحطيها على التوست او العيش الفينو هتلاقيها سرحت معاك على طول. وفي منها برضو اقتصاديه، الاظرف دي ممكن تجيبيها وتستخدميها لاستخدام اليومي زي ما حضرتك عايزه. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا المهيت وازاي هنبدا اللي احنا نشتغل بيه من بيتروك. بجيب عندي ادي عصير المانجا المركز زي ما قدام حضراتكم كده بالظبط هنشتغل منه. حط عندي شويه كده في الخلاط صغيرين، بص التقل بتاعه عامل ازاي. ده كلام جميل. مش هنحط طبعا معاه سكر خالص، انا هحط معاه زهر بس بسيط جدا من النعناع قدام حضراتكم. واقوم واخد عندي شويه تلج صغيرين جدا، ونبدا نضرب الكلام ده كله مع بعض، التلج مع العصير مع النعناع. زي ما حضراتكم شايفين ادي اهو، ببدا اجيب عندي ايه بقى المعيار بتاعنا، نقوم حاطين كده عليه، منزلين شويه كده، ده شغل عالي قوي. وهو بنقوم حاطين هنا برضو، اجيب هنا التلج، ادي التلج المجروش، ونبدا ان احنا ايه نحطه فين على عصير المانجا المركز من بيتروك. وقلنا عندهم اكتر من كذا عصير، تقدري تستخدمي اللي انت عايزاه. وبعد كده بنجيب اي مياه غازيه عندنا، جميل الكلام ده، ونبدا نحطه هنا واحده واحده بالراحه خالص. زي ما حضراتكم كده شايفين، حط الباشا ده هنا كده، واجيب عندي منجايه كده حلوه، مانجا السنه دي فل الفل، بس بلاش نكتر منها. تمام، في ناس بتفتري يعني، بلاش ايه والله العظيم انا يا جماعه انا شفت منظر في حياتي ما هشوفه. انا لقيت اتنين قاعدين، هو ما شاء الله ما شاء الله، يعني والله بجد يعني كروش 2 متر قدام قاعدين جايبين قفص مانجا عويس، وقاعدين بالقلب هنا وشايف على قلوبهم. الفكره انا اتضايقت عشانهم، هتتعبوا والله هتتعبوا. قاعدين بقى جنبي، كنت قاعد في كافيه كده وقاعدين جنبي ومدينها بقى، اللي تخلص ترمي اللي بعده، ما شاء الله هم اول قفص لوحدهم. والمانجا فظيعه يعني ما بتتشبعش منها، ولكن طبعا نسبه الاملاح اللي فيها بتبقى عاليه فتبقى خطر. ايوه بص دي يا استاذ حمدي كده، وبكده نكون خلصنا.